السلام عليكم احبابي وناسي، اليوم مع وصفه مطبخ دليله ديزات نشارك معكم وصفه تيكربابين او تاع سبانين، طبق تقليدي قبائلي جزائري، يعني ما كاش لي داروا في اليوتيوب. انا سي لا بروميير فوا، ولا راكم تتبعوني قولوا لي اسكو راكم ديروهم ولا لا. لا بقاو معايا حتى اخر الفيديو تكتشفوا كيفاش حضرت الوصفه. غير تدخلوا احبابي وناسي للقناه، ما تنساوش خليوا لي لايك وديروا لي البارطاج وخليوا لي كومنتار. هنا احبابي وناسي، اليوم جبت لكم تاع سبانين ولا تيكربابين، حنا نديروهم صغار، يعني ماشي هذيك حبابين ولا هذوك اللي موالفين نديروهم. نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. واش عندنا في لاصوص تاعنا؟ انا وجدت الهيكا في لاكوكوت تاعي 3 لترات تاع الماء، حنا هادو ما نقليوهمش. عندنا 3 مغارف تاع لاشا تاع زيت زيتون ولا زيت المائده، بيسك تقليدي حبيت نديرو بزيت الزيتون. عندي حبه بصلة درتهم هكا شرائح، عندي شويه لوبيا مشطو قطعتو هكا، عندي شويه تاني تاع، عندي 3 غصان هكذا تاع الخرشف، انا غليتها قريب طيب راهي نص طياب. عندي هنايا 3 حبات لفت قطعتهم هكا مربعات شويه كبار، حبه طوماطيش سكرفشتها، حبه بطاطا تاني درتها هكا مربعات. عندي هذا الكاس، يعني عمرتو كاس ناقص، يعني كاس الى ربع تاع العدس كي زدت شمختو، يعني ضعف لي الحجم تاعو. حبه زروديه ولا الجزر قطعتها تاني مربعات. عندي 3 غصان تاع كرافس هكذا قطعتهم، 2 ورقات روند، 2 حبات حار تاع الدرساء، هذا اختياري اللي يحب الحار سينو يتجنب. نحيه. هنا عندي 4 فصوص ثوم كرفشتهم والملح على حسب الذوق. هنا عندي كسبر تاع بودره، مغرفه تاع قهوه حليب، ثاني مغرفه تاع قهوه حليب تاع فلفل عكري، شويه برك تاع فلفل اسود. وهنا واش عندي في العجينه تاعي؟ عندي هنايا القيس تاع 600 غرام تاع سميد رقيق هيليك، وعندي مغرفه تاع قهوه حليب تاع الملح، قيس 2 مغارف تاع لاشا تاع النعناع، وأربعة فصوص ثوم. وهنا عندي كاس الا ربع شويه هابط لتحت، يعني تاع زيت زيتون، نتوما تحبوا ديروا زيت المائده ولا الحمد لله نص نص. ندوزو دوكا للطنجره تاعنا. دوك هنايا في القدره تاعي سمحوا لي، دوك هنا نبدا ندير 3 مغارف تاع العشاء تاع زيت زيتون ولا زيت المائده، 1 2 3 هكذا. ونحط البصل تاعي، يعني هاد الاكله سهله وبنينه هذاك البصل. ونزيد الجزر تاعي مع الكرافس، ونزيد هذيك اللوبيا، يعني ندير كاع الخضره تاعنا. لوبيا مانشتو كل واحد كي، ولا لوبيا خضراء كل واحد كيش ياكل. ونزيد هذاك العدس اللي شمختو، نزيد هذاك الخرشف، قلتكم غليتو غير نص طياب مازال يعني شويه شاد روحو. نزيد هذيك البطاطا، هذيك الطوماطيش اللي مسكر في جناها، وهذوك التوابل فوالا. ونزيد هذوك 2 ريسان تاع فلفل دريس والثوم والرند، 2 ورقات الرند والملح. دوك ندير هكذا من بعد نزيد كنشوف كي تغلالي وندوق هكذا. نسيت برك ما جبتش حطيتها ليكا ديك الطوماطيش تاع البواطا، دوك نجيبها ونزيد لها انا، يعني حطيتها ما حطيتهاش برك فوق طاوله العمل. هذاك اللفت، نزيد هذيك الطوماطيش تاع البواطا قسم غرفه تاع العشاء. هنا بعد 30 دقيقة يعني شت كلش طيب، مازال غير شوية يزيد مع هادوك تاع سبانين ولا تاع تيكربابين. نحي شوية من هاديك المرقة باش نخلط يعني هاديك العجينة، باش نطم هاديك العجينة. هنا سميد تاعنا قلتلكم 600 غرام مع مغرفة تاع قهوة حليب الملح، 4 فصوص ثوم، 2 مغارف تاع لاشا تاع نعناع فريش قطعتو صغير،
وكاس الا ربع ولا شويه ناقص لتحت، تلقاو كلش في الصندوق الوسط بالجراماج تاع زيت الزيتون. نخلطو كلش. وهنا وجدت المرقه هذيك اللي طاب فيها يعني البنه تاع الخضره بعد نص ساعه، دوك نطم بها، دوك نخلط هادو كاع. علاش نديرو بالمرقه؟ باش يجينا بنين. هذيك المرقه فيها العدس، فيها الخضر، كاين اللي يحبوا يديروا بالقديد، انا ولادي ما يحبوش بزاف القديد ولا الشحمه تاع القديد، ولا يديروا بالدجاج، يعني كل واحد كيفاه. تقدروا ديروا غير بالعظيمات هكا يعني بهذوك جناحتين ولا بهذوك الرقابي، يعني يعطي البنه. وتقدروا ديروها بلاش، زمان كان يديروه بلاش. دوك نطم بهاد المرقه اللي راهي سخونه. ها هي كيف هيجيكم لاباط شويه طريه وما تتلاصقش، هاي ليك هكا حنا نديروهم. يعني هاد حبيت نقول لكم حبابي وناسي، نسيت ما قلت لكمش من الاول، يعني حنايا هادي من المنطقه تاعنا تاع سيدي عيش، وتشوفوهم هاد الفيديو الا عجبكم. وانتم تاني راكم تبعوني، اسكو جهتي كاين اليوم يتبعوني من سيدي عيش، قولوا لي اسكو ديروهم نتوما هكا ولا لا؟ لا حنا هكا نديروهم صغار. شغل كيما لاباط ايطاليان. هايك هنا بعد 30 دقيقه نحينا هذيك المرقه. انا درت قيس 400 غرام اللي نحيت من هذه المرقه، درتها ل 600 غرام تاع سميد. انا نحب نعطي لكم بالمقادير سوا سوا. شوفوا كيفاش انا ندير، كيفاش حنا نديروهم، شوفوا كيفاش نحيوهم هكذا صغار هكذا. قد حبه تاع لانوا د ميسكات هايلك هكذا حتى نكملهم كاع. هاي ليك شوفوا سهلين وبنان، سوتو مع هاد الشتاء. واش نقول لكم يا احبابي وناسي، هاد الشتاء كانت تقدر تسيدي. هاوليك بعد ما تغلات لي كي كملتهم كاع درتهم لداخل، شوفوا دوك نخلطهم هكذا ونرجعهم على النار، يعني متوسطه ماشي ناقصه مليح، سينو يتحرحوا لكم. دوكا هكا نخليهم يطيبوا وندوقهم في الملح، نشوف كيفاه البنه تاع الملح. مام نتوما هكذاك نقولكم شحال داولين الوقت على النار متوسطه. شوفوا هاي اللي كريكريتها بدات تبقبق غير هكا حتى يطيبوا، نقولكم شحال المده. هنا بعد ما طابوا لي بعد 15 دقيقه هاوليك، شوفوا مام هذيك المرقه تجي ملبيه. شوفوا هكذا دوك نزيد هذاك النعناع المجفف شويه برك، قيس رشه ماشي بزاف. هذا هي البنه تاعها هكذا وصحيه وبنينه. شنو نقول لكم؟ شوفوا من يديكم احبابي وناسي بالعدس بالخضره. شنو نقول لكم؟ نتلاقاو في طاوله التقديم ان شاء الله. هاوليك احبابي وناسي، تيك ربابي تاعنا او تاع سبانين، طبق تقليدي تقليدي قبائلي جزائري. يعني نشوف ما كاش كل اللي داروا في اليوتيوب، هذه من المنطقه تاعنا تاع سيدي عيش. نوري لكم كيفاش نديرو حنا تاع سبانين تاعنا. شوفوا شحال معمرين بالخضر بالعدس شويه حارين مع النعناع المجفف، كي يطيبوا نديرهم من الفوق. دوك نقسم لكم الحبه باش تشوفوها، شوفوا لاصوص تاعها كيفاش ملبيه، وشوفوا كيفاش تجيكم. حنا نديروهم هكا صغار، سيوهم ورجعوا لي ترمو صغار. هاي ليك قد حبه تاع لانواد ميسكاد جوست طيب. هاي ليك ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم شجعوني بلايكات وديروا لي البارطاج وخليوا لي كومونتير صغير هكا باش يطلع المحتوى تاع لي فيديو تاعي واش راني نقدم لكم. من يديكم حبابي وناسي، نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.